السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتمتلك تابلت الثانوية العامة تقدر تشغل عليه اليوتيوب وجوجل. الموضوع بسيط جدا، لو انت مخلص الثانوية العامة وانت عاوز تخلي التاب بتاعك يشتغل عليه يوتيوب او جوجل لحد ما تغير النظام بتاعه، كده كده التابلت هيفضل معاك لما تيجي تخلص امتحانات او تخلص كمان الثانوية العامة. لكن في الفيديو ده هنتعلم مع بعض طريقة تشغيل اليوتيوب على تابلت الثانوية العامة او طريقه تشغيل جوجل على تابلت الثانويه العامه. لكن خلي بالك قبل ما نبدا الشرح يا ريت ما تنساش تعملي بلايك وسبسكرايب للقناه. يلا بينا كده نبدا الشرح علشان ما اطولش عليك. بص انا عايزك تركز معايا في الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. الخطوه الاولانيه انك هتروح عندك تفتح التاب زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتطلع بالتابلت كده فوق علشان تفتح معاك جوجل كروم. جوجل كروم ده المتصفح اللي احنا نستخدمه علشان نفتح بيه جوجل ونفتح بيه كمان اليوتيوب. خلي بالك مفيش اي تطبيقات موجودة على متجر جوجل بلاي زي ما كنا عارفين، اللي هم التطبيقات دول بس. لكن لما تيجي تخلص ان شاء الله على خير الثانوية العامة انت تقدر تستخدم جوجل او تطبيق كروم هنا زي ما انت شايف. انت محتاج بس كل اللي عليك انك بتروح تفتح تاب جديد او متصفح جديد زي ما انت شايف بالشكل ده كده، وبعد كده بتروح عندك على الموقع اللي سيبهولك في الرابط او موجود في التعليقات او الوصف. دلوقتي بتضغط عندك على كلمة البحث او ادخال عنوان URL. كل عليك بتضغط ضغطة كده وبتحول باللغة العربية الانجليزية عفوا، بتكتب هنا HTTPS زي ما انت شايف كده، ظهر لك هنا HTTPS لوحدها. كل عليك بس بتضغط عليها كده ضغطة تمام، وبعد كده بتكتب الكود اللي هسيبهولك موجود في التعليقات او الوصف او الرابط اللي قدامك ده كده. اضغط عندك على الذهاب لحد ما يفتح لك المتصفح ده. طبعا انا خفيلك بس الجزء اللي فوق ده. طبعا لو جيت احول باللغة العربية هنا بيقول لك وكيل ويب، يعني هو عبارة عن سيرفرات مجانية. طبعا الموقع ده هو عبارة عن سيرفرات بتحولك على منصة جوجل او منصة اليوتيوب او الفيسبوك او المنصات اللي احنا هنذكرها معاكم دلوقتي، بتحولك على منصة اليوتيوب او جوجل او فيسبوك او الويكيبيديا لو انت محتاج حتى كمان للثانوية العامة، او الانستجرام او ريدت او كمان حتى تويتش تويتر والتيك توك. دلوقتي بروح هنا بضغط عندي على كلمة انتر ان يو ار ال اند سيرش كواير اكسس. طيب دلوقتي بضغط عليه كده واكتب هنا يوتيوب واي او يو تي يو بي اي تمام، واي او يو يوتيوب زي ما انت شايف كده ظهر لي هنا youtube.com. كل عليا بس بضغط عليها ضغطه كده، وبعد كده بضغط عندي على كلمه ذهاب او الذهاب من هنا، وبتستنى شويه لحد ما يتم تحويلك على موقع اليوتيوب او منصه اليوتيوب عادي جدا. يا ريت بقى وانت شغال كده ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناه علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله في مجال التكنولوجيا. طبعا كل ده ظهر معايا زي ما انت شايف كده، ظهر معايا اليوتيوب وشغل معايا اليوتيوب كمان في كل حاجة انت عاوزها. طيب دلوقتي انت محتاج تفتح جوجل عادي جدا، تعمل ايه؟ كل عليك برضو بتروح على نفس المنصة، كل عليا بس بضغط ضغطة كده على عنوان اليو ار ال اللي فوق، او بروح عندي بضغط عندي على كلمة هوم، وبعد كده هنا بضغط ضغطة واكتب هنا جوجل جي او او جي ال اي تمام هنا، وبعد كده بقول له هنا اذهب او اذهب من هنا. دلوقتي برضو بيعمل توليف للسيرفر الخاص بالموقع اللي احنا بنستخدمه علشان يحولنا على منصة جوجل. دلوقتي هنستنى كده مع بعض شوية، وزي ما انت شايف كده فتح معايا جوجل عادي جدا، كل ده وهو اصلا على النظام. طبعا هنا خلصنا الثانوية العامة على خير، وتقدر تفتح كمان جوجل زي ما انت شايف كده. هفتح معاكم الصفحة الرئيسية الخاصة بجوجل. طبعا هنا بتقول له هنا قراءة المزيد وتوافق على كل. زي ما انت شايف كده فتح معايا جوجل عادي جدا. لو جيت اكتب مثلا اي حاجة، لو جينا نكتب ترند وطبعا بحث هنا، تقدر كمان تفتح ترند زي ما انت شايف كده بالشكل ده. طيب هل ينفع اكتب باللغة العربية؟ عادي جدا. حاول كمان اكتب مثلا ترند هنا، او ترند جوجل تمام، واعمل سيرش زي ما انت شايف كده. هنستنى شويه مع بعض، ومعلش هو الموضوع حتى لو تقل عليك حبتين لكن هو في النهايه بيشتغل. لو نروح عندنا على ترند او الترند جوجل، مؤشرات جوجل زي ما انت شايف، تقدر تفتح اي متصفح انت عاوزه من على تابلت الثانويه العامه.
دي كانت طريقه فتح اليوتيوب على تابلت الثانويه العامه او تشغيل اليوتيوب على تابلت الثانويه العامه، وكمان ما فتحنا مع بعض كل المواقع على تابلت الثانويه العامه بسهوله جدا. طيب دلوقتي زي ما انت شايف كده تقدر تتصفح على جوجل، مفيش اي مشاكل كده. انا خلصت شرح في تحويل او تشغيل اليوتيوب على تابلت الثانويه العامه او تشغيل جوجل على تابلت الثانويه العامه، وكده انا الشرح انتهى. اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده. دمتم بخير، مع السلامه.